النهارده نص كيلو فريك. فريك جايباه نوع كويس علشان ما يبقاش فيه اي حصى ولا زلط ولا الكلام ده كله، لانه بيبقى صعب جدا جدا تنقيته. هننقعه ونسيبه حوالي كده، بعد ما نغسله طبعا نغسله وننقعه نص ساعه ونصفيه. هنحتاج كمان لنص كيلو الفريك نص كيلو لحمه مفرومه، وده طبعا هيطلع معانا كميه كبيره جدا. لو عايز تقللي الكميه هتقللي الكميه بتاعه الفريك وكميه اللحمه كمان. هنحتاج بصلتين كبار مفرومين، جزرتين كبار مبشورين، معلقه كبيره من الصلصه، معلقه كبيره من السمنه، لتر من شوربه سخنه، اي شوربه حلوه عندك بقى كده تكوني محتفظه بيها في الفريزر فنطلعها، مكعب مرقه، رشه سكر، فصين مستكه، وعندنا كمان نص معلقه صغيره بهارات سبعه وملح وفلفل اسود. دي المقادير بتاعتنا بتاعه الطاجن او بتاعه الفريك باللحمه المفرومه. واخر حاجه بنعملها طشه بقى كده لذيذه بتخلي الطاجن كده ريحته مفحفحه وتفتح النفس. والطشه دي هتكون عباره عن فصين توم كبار مفرومين، معلقه من السمنه، ومعلقه صغيره من البابريكا، وبس كده. تعالوا بينا بقى نشتغل بعد ما شفنا المقادير نعرف مع بعض طريقه التحضير. عندي ايه بقى؟ زي ما قلنا عندنا الفريك، تعالوا كده نحط حله على النار علشان تسخن. حلو جدا، حلتنا سخنت، تعالوا يلا على طول ناخد السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين من السمنه ومعلقتين من الزيت، والفريك من الحاجات اللي بتحب السمنه شويه. بعد ما يسخنوا كويس جدا السمنه والزيت مع بعض، هيكون عندي هنا بصلايه. لكل ربع كيلو فريك بصلايه كبيره، احنا عاملين نص فهنحتاج بصلتين كبار. هبتدي احط البصل، بسم الله، واحط مع البصل فصين مستكه علشان يسيحوا كده معانا. تعالوا نقلب بقى البصل ونشوحه في السمنه والزيت مع المستكه، نسيبه يتشوح شويه. بعد كده نبتدي نضيف له البهارات، احنا عندنا بهارات سبعه وعندنا فلفل اسود، هنبتدي نحطهم مع مكعب المرقه. تاني نتكلم على الفريك، وزي ما قلنا الفريك هو القمح اللي بيبقى ني شويه، تمام، اخضر، بيتشال من الزرع وهو اخضر، بيتنشف وبيتجفف بطريقه معينه. مفيش احلى بقى من الفريك الصعيدي، بقى تحفه وريحته حلوه جدا جدا، بيعملوه صح جدا، عشان كده تلاقوا اغلب الصعيد بيحبوا الفريك قوي. وبصراحه الفريك من الحاجات المميزه جدا اللي غني بالفيتامينات وغني بالالياف ومن الحبوب اللي بنقول عليها بقى ايه صحيه جدا، لانه في كل بقى حاجه، مش منزوع الالياف، مش منزوع الكلام ده كله، هو بخيره زي ما بنقول. فالفريك زي ما بقول لكم مشبع جدا من البقوليات او الحبوب النافعه جدا جدا، خاصه لانه مش معالج باي حاجه، حاجه كده طبيعيه وزي الفل. فهنجيب الفريك بتاعنا من مكان يكون موثوق فيه او براند يكون موثوق فيه، علشان الفريك لو فيه زلط او حصى هو الوانه صعب جدا، ان هو الابيض مع البيج مع الاخضر، فتحسوا كده انه يبقى صعب قوي تنقيته. فنشتريه من مكان موثوق فيه نضيف، علشان ما نلاقيش فيه زلط او حصى او الكلام ده كله. خلاص بنغسله كويس قوي، بعد ما نغسله كويس قوي بنبتدي ان احنا ننقعه على الاقل نص ساعه علشان يكون جاهز معانا. نرجع بقى للبصل بتاعنا، نبتدي احط البهارات. ادي البهارات السبعه، نحط الفلفل كمان، واحط مكعب المرقه، عندي كمان رشه سكر، وهنا بقى ضفنا البهارات على البصل وهو بيتشوح. بعد ما فقد الميه بتاعته ابتدى يدبل كده، نزلت البهارات بتاعتي علشان تبتدي تتحمص ويطلع منها زيوت الطياره اللي فيها، فتدينا ريحه اقوى وطعم احلى. نقلب كويس، وبدات فعلا الريحه الحلوه تظهر معانا كويس جدا. واخدين بالكم بقى من لون البصل بعد ما اتحطت له البهارات ومكعب المرقه؟ لونه حلو قوي وريحته كمان جميله جدا. عندي هنا بقى ايه؟ عندي اللحمه المفرومه، تعالوا نتكلم عليها برضو شويه. لما بيكون عندنا وصفه هندخل فيها اللحمه المفرومه غير الكفته،
يعني غير انواع الكفته، كل انواع الكفتات بتحب اللحمه تكون مفرومه فرم ناعم قوي. اما لما نكون هنحشي او هنعمل صواني او هنعمل او هندخل اللحمه المفرومه في رز او هنحطها على وش حاجه مثلا في المكرونه البولونيز او اي توبن كده محطوط له لحمه مفرومه، فيفضل تكون اللحمه المفرومه هنا مفرومه خشن، يعني المفرومه يكون الوش بتاعها واسع ويكون تتفرم مره واحده بس، يبقى الوش بتاعها الاخرام بتاعته تكون واسعه وتتفرم مره واحده بس علشان تدينا نتيجه كويسه، كمان يبقى بتتفرم خشن زي ما قلنا، وكمان يكون نسبه الدهون فيها قليله خالص. ليه بقى؟ لان نسبه الدهون لما تكون كتيره في اللحمه نيجي نحطها ونعرضها للنار كل الدهون دي بتسيح، فبيحصل ايه؟ بيحصل ان اللحمه كميتها بتقل جدا جدا، والحاجه اللي بنعملها بتبقى دسمه جدا جدا، فمش اي وصفه للحمه المفرومه ينفع ان احنا نحط فيها نسبه دهون كبيره. تعالوا ناخد بقى اللحمه اللي مفرومه وش واحد بس وخشنه وزي ما قلنا كده ما فيهاش دهون كتير، ونروح على البصل اللي خلاص اتشوح كويس قوي مع البهارات ومكعب المرقه والمستكه، وننزل اللحمه. بسم الله. هننزل اللحمه ونبتدي ان احنا نشوحها. بنشوحها لغايه ما اللحمه تغير لونها تماما وتدخل في السوا، ما يبقاش في اي سوائل موجوده معايا في الحل، يبقى زي ما اتفقنا كده. نقول من الاول عملنا ايه؟ حطينا سمنه على زيت، نزلنا ببصلتين كبار متخرطين رفيع، شوحناهم شويه لغايه ما دبلوا وفقدوا نسبه كبيره من الميه بتاعتهم، نزلنا عليهم بقى بالمستكه، حطينا فلفل اسود، حطينا بهارات سبعه، حطينا رشه سكر، قلبنا كله مع بعضه كويس جدا جدا لغايه ما ريحه البهارات دي طلعت معانا، البصل دبل والدنيا تمام. ابتدينا نحط اللحمه المفرومه بتاعتنا اللي احنا اتفقنا ان هي خشنه، يعني مفرومه فرم خشن، قطع اللحمه المفرومه فيها كبيره شويه من غير دهون افضل خالص، يعني لو ما فيهاش نسبه دهون افضل يبقى احسن. حطينا كله مع بعضه، نبتدي بقى نقلب كويس قوي من وقت للتاني لغايه ما اللحمه معانا تتعصج، يعني تستوي. بتستوي بدون اضافه سوائل ولا اي حاجه مع البصل وبس، ده تعصيج اللحمه. يبقى اللحمه المعصجه هي لحمه مستويه مع البصل وشويه بهارات وبس كده، عشان في ناس كتير ما بتعرفش يعني ايه لحمه معصجه. تمام. مش هحط الملح بتاعي غير لما الاقي ان اللحمه خلاص فقدت كل السوائل اللي فيها، اللحمه نفسها استوت وتغير لونها من اللون الوردي للون البني اللي هو لون اللحمه المستويه. بعد كده ابتدي اضيف بقى الاضافات اللي انا عايزاها. نقلب بالشكل ده. تعصيج اللحمه بيتم على نار عاليه، مش عايزينه على نار هاديه، مش عايزين اللحمه تقعد تجيب في الميه بتاعتها ونلاقي كده الحله اتملت ميه من اللحمه واللحمه عماله تكش وتنشف وتبقى قطع اللحمه ناشفه ومش لطيفه، لا بتاخد صدمه كده على نار عاليه، تشويح سريع سريع على نار عاليه، بتلاقي خلاص اللحمه استوت وطعمها حلو ولونها حلو وكمان شكلها حلو ومش ناشفه معانا اهو بالشكل ده. بصوا كده، هتلاحظوا هنا ان اللي موجود في الطاسه بتاعتنا او الحله بتاعتنا اللي موجود بس الدهون اللي احنا حطيناها في البدايه. تعالوا بينا ننزل بقى بمعلقه صلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى عندي الفريك وعندي الجزر، انزل بايه الاول؟ هنزل بالفريك الاول، هنزل بالفريك الاول على اللحمه والصلصه وابتدي ان انا اشوحه معاهم تشويحه قبل ما ابتدي اضيف الجزر. الجزر بسيط جدا هيستوي معانا في ثواني، فانا مش محتاجه اشوحه الاول، لا هنشوح مع بعض كده الفريك الاول. زي ما اتفقنا الفريك مغسول منقوع متصفي، تعالوا نضيفه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم اكله في حله واحده بس الطعم حكايه. في التوقيت ده هحتاج ان انا احط الملح، ملح بقى على قد كمية اللحمة وعلى قد كمية البصل والجزر وكمان الفريك، ونعمل حسابنا ان احنا لو هنسقي شوربة الشوربة دي متملحة فنعمل حساب الملح بتاعها، ونقلب بقى كويس.
كتير بنبقى محتارين هعمل عزومة واعمل ايه، كل مرة اعمل مثلا نفس الاصناف نفس الحاجات. فالفريك باللحمة المفرومة من الحاجات اللذيذة جدا اللي تقدري تسرفيسيها وتسرفيسي عليها اي نوع من انواع اللحوم، مثلا تحطي كوردن بلو، تحطي ايه، تحطي بانيه، تحطي كفتة، تحطي لحمة باردة، فهيبقى لذيذ جدا جدا. ونوع مختلف من انواع النشويات اللي تحط كده على السفرة في نفس الوقت لذيذة وطعمها حلو قوي. ممكن يتقدم كده وعليه شوية مكسرات لو عندي عزومة، فبيبقى لطيف جدا. هقلب كويس قوي واشوح كويس قوي لغاية كده ما احس كده ان صوت الحلة ناشفة معايا والفريك كده ابتدى يعني ايه يسخن كويس جدا ويشرب كل المكونات اللي موجودة معانا هنا. وحاطين كل حاجة بما فيها الملح. انا لو عايزة اقول لكم لو تقدروا تشموا معايا الريحة، الريحة بجد تحفة جدا جدا، والشكل كمان والطعم بيبقى حلو قوي قوي. الخلطة دي يا جماعة ينفع نحشي بيها فراخ زي ما هي كده في التوقيت ده، يعني بعد ما تشوح التشويحة دي ممكن نرفعها كده من على النار وبعدين نحشي بيها بط، نحشي بيها فراخ، نحشي بيها حمام، تبقى لذيذة جدا. كده سامعين معايا الصوت؟ الصوت ده بيقول لي ان مفيش بقى سوائل خالص في الحلة والفريك سخن معانا تماما، ريحته هايلة. تعالوا بينا بقى نحط له الجزر. نقدر نضيف اي خضار تاني مع الجزر، نقدر نضيف بسلة وجزر لو احنا عايزين، مع البسلة مع الجزر نحط بسلة، ده لو احنا حابين، بس انا حابة يبقى هو بس الجزر، هيدي طعم مسكر ولذيذ جدا. حالا ربنا يكرمك ويلا بينا نقلب. نقدر نحط كمان فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره. نقدر ما نحطش اصلا اي نوع من الخضار ونكتفي بس بالمكونات الاولانيه اللي هي البصل مع الفريك مع اللحمه مع البهارات كده. حلو قوي، جميل جدا ان احنا كده ايه شوحنا كله مع بعضه والدنيا تمام. الشوربه بتاعتنا جاهزه ومغليه وسخنه، نضيفها بقى بسم الله. وخلي بالك بقى وانت بتضيفي الشوربه للفريك، الفريك مش زي الرز مش زي المكرونه، الفريك ما بيحتاجش ميه كتير، فبنحط الميه يا دوبك تبقى على وش الفريك عشان يطلع معاكي مفلفل وما يعجنش. اوعي تزودي الشوربه للفريك، يا دوبك كده طبقه الميه تبقى باين منها الفريك بتاعنا عشان يطلع مفلفل وحلو. يلا بسم الله. نقلب. يعني محتاجين شويه صغيرين كمان. حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده بصوا الميه الفريك باين منها خالص بالشكل ده. ليه بقى؟ علشان يطلع معايا الفريك كده ايه مفلفل ومش معجن في بعضه. هغطي واسيب الفريك بتاعي يستوي او يتشرب على نار عاليه، وبعد كده بنبتدي نهدي عليه النار تماما ونسيبه بقى على شمعه علشان يكمل تسويته. شفتوا ده مقدار الميه، الفريك باين من على الميه. نغطي ونسيبه على نار عاليه وكده خلاص الفريك ابتدى يتشرب اهو وغلي، فبقلبه تقليبه كده وبعدين بسويه تاني. ضروري جدا كده الحله تبقى نظيفه ومتساويه تمام. وبعدين ولو في اي حاجه طالعه في الجوانب بننزلها عشان تستوي مع بقيه الحله بتاعتنا. نغطي ونهدي النار عليها تماما علشان الفريك يكمل تسويته. طيب انا هنقله بقى لمكان تاني. الفريك بصوا تحفه ومفلفل مش معجن مش لازق في بعضه خالص. اهم حاجه تكوني عرفتي مقدار الشوربه بتاعته قد ايه. الريحه بجد وهميه تمام. حلو جدا. هنكمل ونسيبه خلاص هو دخل في التسويه، بس انا هعمل له ايه دلوقتي؟
هنعمل له طشه فلفل ولذيذ جدا. تعالوا نعمل له بقى اخر خطوه وساعه التقديم على طول كده عشان الريحه تفحفح وتجيب اخر الشارع. هنعمل بقى طشه لذيذه جدا. فتعالوا بينا كده. حاطين طاسه على النار تسخن، واضح ان هي سخنت جدا. ابتدي احط السمنه، معلقه كده، وننزل بقى الثوم. ودايما في الطشه كميه السمنه بتبقى يعني شويه زياده، انا هرفعها بس من على النار. ورشه من الملح، ده لو انا مش دقه الثوم بملح، لازم الثوم يدق بملح. اولا بيخلي ريحته حلوه جدا جدا وهو بيتحمر، ثانيا الطشه نفسها بيبقى لها طعم حلو. خلاص فكده انا قلبت الثوم لغايه ما اخد لون كده ذهبي لطيف، شايفين اللون وجماله. اخر حاجه بضيف بابريكا. بصوا الجمال. نعم تمام. بصوا كده شايفين الريحه بقى خطيره. ناخد بقى الطشه بتاعتنا الحلوه دي ونروح على طول على الفريك بتاعنا ونبتدي نوزع كده. تحفه. رشه بقى من الكزبره الخضراء، وبجد يعني سيرفيس خطير. كل اللي هياكل منه هيدعي لي ان شاء الله. ده كان كده ايه الفريك باللحمه المفرومه.